لم يكن الشاب يؤمن بفاعلية التأنيب لدقيقة واحدة لو لم يجرب أثره عليه شخصيا، ولم يكن هناك من شك في أنه شعر بعدم الارتياح وأنه لم يكن يرغب بتجربته ثانية. على أي حال، فقد عرف أن كل شخص يرتكب الأخطاء بين فترة وأخرى، وأنه قد يتلقى تأنيبا آخر في يوم آخر، ولكنه عرف أن التأنيب إذا جاء من المدير فإنه سيكون عادلا، وأنه سيكون انتقادا لسلوكه وليس إقلالا من شأنه كشخص. وبينما كان متوجها نحو مكتب المدير، ظل يفكر كم هي بسيطة الإدارة بأسلوب الدقيقة الواحدة. إن الأسرار الثلاثة، الأهداف بأسلوب الدقيقة الواحدة، الثناء لدقيقة واحدة، والتأنيب لدقيقة واحدة، ذات دلالة ومعنى. لماذا هذه الأسرار فاعلة؟ وتساءل الشاب، ولماذا يكون المدير ذو أسلوب الدقيقة الواحدة أكثر المديرين إنتاجية في الشركة؟ شرح من المدير ذي أسلوب الدقيقة الواحدة. حينما وصل إلى مكتب المدير ذي أسلوب الدقيقة الواحدة، قالت له السكرتيرة: تستطيع الدخول مباشرة؟ فقد كان يتساءل عن موعد عودتك لمقابلته. ولما دخل الشاب المكتب، لاحظ ثانية كيف كان المكتب مرتبا وغير مكتظ بالملفات. وقد حياه المدير بابتسامة دافئة وسأله: حسنا، ماذا اكتشفت في مقابلاتك؟ الكثير. أخبرني ماذا تعلمت؟ عرفت بسبب تسميتك نفسك بالمدير ذي أسلوب الدقيقة الواحدة، فأنت تشترك مع موظفيك في وضع الأهداف بأسلوب الدقيقة الواحدة، وذلك لتتأكد بأنهم يعرفون الأشياء التي يتحملون مسؤوليتها، وأنهم يعرفون معايير الأداء الجيد. بعد إذن تحاول أن تضبطهم وهم يؤدون عملا بشكل صحيح، حتى يتمكن من الثناء عليهم لدقيقة واحدة. وأخيرا، إذا كانت لديهم جميع المهارات لأداء العمل بشكل صحيح لكنهم لا يقومون بذلك، فأنت تؤنبهم لدقيقة واحدة. ما رأيك في كل ذلك؟ إنني مندهش لبساطة هذا الأسلوب، ومع ذلك فإنه فعال، فأنت تحقق نتائج طيبة، وأنا مقتنع بأنه مفيد لك بكل تأكيد، وسيكون بالتأكيد مفيدا لك أيضا إذا كنت راغبا في ممارسته. ربما، ولكنني من المرجح أن أمارسه إذا فهمت أكثر سبب نجاحه. هذا صحيح بالنسبة لكل شخص أيها الشاب، كلما فهمت أكثر سبب نجاحه كنت قادرا أكثر على استخدامه. ولذلك فإنني سأكون مسرورا إن أخبرتك بما أعرف. من أين تريد أن نبدأ؟ حسنا، أولا وقبل كل شيء، حينما تتكلم عن الإدارة بأسلوب الدقيقة الواحدة، هل تعني بالفعل أن أداء كل الأشياء التي تحتاج لأدائها كمدير يستغرق دقيقة واحدة؟ لا، ليس دائما، إنها مجرد طريقة للقول بأن كون المرء مديرا ليس أمرا معقدا بالصورة التي تجعل الناس يعتقدون ذلك، وبأن إدارة الأفراد لا تستغرق وقتا طويلا كما تظن. ولذلك فإنني حينما أقول إدارة بأسلوب الدقيقة الواحدة، فإنني أعني بذلك مجرد تعبير رمزي، لأن أداء كل من العناصر الرئيسية للإدارة كوضع الأهداف مثلا يستغرق أكثر من دقيقة واحدة، وفي كثير من الأحيان فإنه يستغرق دقيقة واحدة فقط. دعني أعرض عليك واحدا من ملاحظاتي التي أحتفظ بها على مكتبي. وحينما نظر الشاب رأى ما يلي: أفضل دقيقة أقضيها هي تلك التي أستثمرها في الأفراد. تابع المدير قوله: من المهازل أن معظم الشركات تنفق ما بين 50% ل70% من أموالها على رواتب الموظفين، وتخصص أقل من 1% من ميزانيتها لتدريب موظفيها. كذلك تخصص من الوقت وتنفق من المال على صيانة مبانيها ومعداتها أكثر مما تفعل للمحافظة على موظفيها وتنميتهم. لم أفكر في ذلك مطلقا، ولكن إذا كان الموظفين هم الذين يحققون النتائج، فمن المؤكد أن الاستثمار فيهم أمر جد منطقي. بالضبط،
فإنني أتمنى لو قام أحد بالاستثمار في تنميتي مبكرا عند التحاقي بالعمل لأول مرة. ماذا تعني؟ حسنا، إنني في معظم المنظمات التي عملت بها من قبل لم أكن أعرف غالبا ما كان ينبغي علي أن أعمل، ولم يكترس أحد بأن يخبرني. ولو سألتني عما إذا كنت أقوم بتأدية العمل بشكل جيد، فإنني كنت سأقول لم يؤنبني رئيسي، أو عدم وجود أخبار يعتبر أخبار جيدة، فكأنما حافزي الرئيسي كان تفادي العقاب. هذا شيء طريف، ولكنني غير متأكد من فهمي له. ثم أضاف الشاب بقلق: إذا لم يكن لديك مانع، فإنني في الواقع قد أستطيع فهم الأشياء بصورة أفضل لو استطعت الحصول على إجابة لبعض ما لدي من أسئلة عن أسباب نجاح هذا الأسلوب. دعنا نبدأ بوضوح الأهداف بأسلوب الدقيقة الواحدة. لماذا ينجح بهذا الشكل؟ لماذا ينجح وضع الأهداف بأسلوب الدقيقة الواحدة؟ تريد أن تعرف سبب نجاح وضع الأهداف بأسلوب الدقيقة الواحدة. هذا شيء؟ طيب. ثم نهض من كرسيه وبدأ يتمشى في أرجاء الغرفة بخطوات بطيئة، وأردف قائلا: دعني أعطيك تشبيها من الممكن أن يساعد في الشرح. لقد رأيت عددا كبيرا من الموظفين الذين لا يوجد لديهم دافع في أثناء العمل بالمنظمات المختلفة التي عملت بها في خلال حياتي العملية، ولكنني لم أشاهد مطلقا أي شخص بدون دافع بعد العمل. كل شخص يبدو متحفزا لأداء شيء ما. على سبيل المثال، كنت في إحدى الليالي ألعب البولينج، ورأيت بعض الموظفين الذين كانوا يعتبرون من أصحاب المشكلات في المنظمة التي كنت أعمل بها سابقا. وأذكر جيدا أحد الموظفين الذي كان من أصحاب المشكلات حقيقة، أخذ كرة البولينج واقترب من الخط وحرك الكرة. بعد إذن بدأ في الصراخ والقفز من شدة الفرح. لماذا تظن أنه كان مسرورا إلى هذا الحد؟ لأنه حقق نجاحا تاما في تلك الضربة، فقد أطاح بجميع القوارير الخشبية. بالضبط، لماذا لا يكون هو وغيره من الموظفين فرحين على هذا النحو في العمل؟ ابتسم الشاب وقال: لأنه لا يعرف أين قوارير البولينج. وأردف قائلا: لقد فهمت. كم هي المدة التي يرغب أن يقضيها في لعب البولينج إذا لم تكن هناك قوارير لإصابته؟ صحيح، والآن تستطيع أن تفهم ما يجري في معظم المنظمات. أعتقد أن معظم المديرين يعرفون ماذا يريدون من موظفيهم أن يفعلوا، إلا أنهم لا يكترثون بأن يخبرهم بذلك بطريقة يفهمونها، وهم يفترضون أن من واجب الموظفين أن يعرفوا. أما أنا فلا أفترض شيئا على الإطلاق حينما يتعلق الأمر بوضوح الأهداف. وحينما تفترض أن الموظفين يعرفون ما يتوقع منهم أداؤه، فكأنك تخلق شكلا غير فعال من أشكال لعبة البولينج. فأنت تضع قوارير خشبية، ولكن حينما يذهب لاعب البولينج ضربة الكرة فإنه يلاحظ وجود غطاء يحجب القوارير، ولذلك فإنه حينما يضرب الكرة وتنزلق تحت الغطاء فإنه يسمع قرقعة، ولكنه لا يعرف كم عدد القوارير التي أطاح بها. وحينما تسأل عن عددها فإنه يقول: لا أعرف، ولكنني شعرت أن الضربة كانت موفقة. إن الأمر يشبه لعب الغولف في الليل. هناك كثير من أصدقائي الذين أقلعوا عن لعب الغولف عندما سألتهم عن السبب، قالوا: لأن الملاعب الغولف مزدحمة جدا. وحينما اقترحت عليهم أن يلعبوا بالليل ضحكوا، لأنه لا يمكن لأحد أن يلعب الغولف دون أن يكون قادرا على رؤية الهدف الذي يأمل إصابته. وكذلك الحال بالنسبة لمشاهدة لعبة كرة القدم. فكم عدد الأشخاص في هذا البلد الذين يجلسون أمام أجهزة التلفاز بعد الظهر من يوم الأحد أو في مساء الاثنين لمشاهدة فريقين يركضان جيء وذهابا في ساحة الملعب، إذا لم تكن هناك أهداف للتصويب نحوها، أو لم تكن هناك طريقة لتسجيل الأهداف؟ نعم، ولماذا الأمر كذلك؟ يرجع كل ذلك لأن الدافع الأول عند كل الناس هو معرفتهم نتائج أدائهم. والواقع أن لدينا قولا آخر هنا يستحق الذكر، وهو
إن معرفة نتائج الأداء بمثابة طعام الإفطار وللأبطال، فمعرفة نتائج الأداء تجعلنا نستمر في العطاء. ولسوء الحظ، فعندما يدرك معظم المديرين أن معرفة النتائج هي الدفع الأول للموظفين، فإنهم يضعون عادة شكلا ثالثا للعبة البولينج. فعندما يذهب لاعب البولينج إلى الخط ليضرب الكرة، تبقى الكوارير الخشبية قائمة والغطاء في مكانه، ولكن يوجد الآن عنصر ثالث باللعبة، مشرف يقف خلف الغطاء. وعندما يضرب لاعب البولينج الكرة ويسمع صوت القرارير المنهارة، فإن المشرف يرفع إصبعه ليشير إلى أن اللاعب أطاح بقارورتين. فهل يقول معظم المديرين للموظف إنك حصلت على نقطتين؟ لا، إنهم يقولون عادة بأنك خسرت 8. عدد القوارير طبعا 10. هذا صحيح، والسؤال الذي اعتدت أن أطرحه هو لماذا لا يرفع المدير الغطاء حتى يتمكن من هو ومرؤوسي من رؤية القوارير الخشبية؟ لماذا؟ لأن لديه التقليد الأمريكي المعروف، مراجعة الأداء ستأتي فيما بعد. قال الشاب مستغربا، لأن مراجعة الأداء ستأتي لاحقا. نعم، اعتدت أن أطلق عليها المصطلح نايسو، والذي يعني لقد أمسكت بك يا ابن. مثل هؤلاء المديرين لا يخبرون موظفيهم بما يتوقعون منهم، بل يتركونهم وحدهم ومن ثم يضبطونهم عندما لا يكون أداؤهم في المستوى المرغوب. ولماذا تعتقد أنهم يقومون بذلك؟ كي يبدو أداؤهم جيدا. ماذا تعني بقولكم كي يبدو أداؤهم جيدا؟ كيف تظن أن مديرك سينظر إليك إذا أعطيت كل واحد من موظفيك أعلى الدرجات في مقياس تقويم الأداء؟ كإنسان ضعيف لا يستطيع أن يميز بين الأداء الجيد والأداء الضعيف. بالضبط، ولكي تبدو مديرا جيدا في معظم المنظمات، عليك أن تضبط بعض موظفيك وهم يؤدون أعمالا خطأ، ويجب أن يكون لديك عدد قليل من الفائزين وعدد قليل من الخاسرين والباقون في الوسط. وكما ترى، فأننا في هذه البلاد لدينا اتجاه نحو منحنى التوزيع العادي. وأذكر في أحد الأوقات عندما كنت أزور مدرسة ابني، أني لاحظت إحدى مدرسات الصف الخامس وهي تعطي التلاميذ اختبارا عن عواصم العالم. وعندما سألتها عن سبب عدم توزيع الأطالس الجغرافية عليهم لكي تدع التلاميذ يستخدمونها في أثناء الامتحان، قالت لا أستطيع القيام بذلك لأن جميع التلاميذ سيحصلون على 100%. فكأنما حصول جميع الطلبة على علامات عالية أمر سيء. وأذكر أنني قرأت ذات مرة أنه عندما سأل شخص إنشنتاين عن رقم هاتفه، توجه إنشنتاين إلى دليل الهاتف لاستخراج الرقم. ضحك الشاب وقال أنت تمزح. ليه؟ ليه أمزح؟ فقد قال إنشنتاين أنه لم يكن يحشو عقله بمعلومات يستطيع إيجادها في مكان آخر، وتابع المدير قولهم. الآن إذا لم تكن لديك معرفة بعبقرية إنشنتاين، فماذا كنت تحسب شخصا ذهب لمراجعة دليل الهاتف للبحث عن رقمه؟ هل كنت تحسبه فائزا أم خاسرا؟ ابتسم الشاب ابتسامة عريضة وقال خاسر حقيقي. بالتأكيد، وأنا أيضا أقول ذلك، ولكننا نكون مخطئين أليس كذلك؟ أومى الشاب رأسه معربا عن موافقته بالرأي. قال المدير من السهل على أي منا أن يرتكب هذا الخطأ. وبعد إذن عرض على زائره الشعار الذي عمله لنفسه وقال انظر إلى هذا، كل إنسان لديه الإمكانية كي يصبح من الفائزين، ولكن البعض يظهرون بمظهر الخاسرين، فلا تدع